صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 48 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد غير العادي من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. وجاء فيه المادة الأولى: يفض دور الانعقاد غير العادي من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر 2018.